هنيئا. كما كتعرف الجميع هذه المباراه الاولى في المجموعات كتكون دائما مباراه صعبه لانه منتخب طاجيكستاني ماشي منتخب اللي سهل، راه تاهل من القاره ديال اسيا الحمد لله. كنبغي نشكر الدراري على الروح القتاليه اللي قدموها في المباراه الاولى. الاهم هو ثلاثه نقاط اللي غادي تخولنا باش نلعبوا المباراه الثانيه ان شاء الله اللي غادي نوجدوا ليها. كحنا الان المنتخب المغربي للفوتسال ما كتهمناش النتائج، كتهمنا الثلاث نقاط. الان غنفكروا في المباراه الثانيه ضد منتخب بنما باش نحققوا ثلاثه نقاط ان شاء الله، وتخولينا نلعبوا المباراه الثالثه مع منتخب البرتغال واللي بغى الله هي غادي تكون ان شاء الله. وكنبغي نشكر جميع المغاربه اللي كيساندوا المنتخب. الحمد لله هو تحفيز بطبيعه الحال تحفيز، وهذا الفضل كامل كيرجع للطاقم التقني ولا المدرب ولا المدرب حراس ولا اللاعبين كامل. هذا انجاز واحد للمنتخب المغربي. كانت عندكم الاوقات صعبه دائما. كره القدم داخل القاعه هذه دائما كتكون من الاول بدايه حتى الاخر حتى يسالي الوقت، اوقات صعبه. ونتمنوا الدعوات ديال جميع الامهات والاباء المغربيين على باش يزيدوا يدعوا معنا ان شاء الله باش نحققوا التاهل ان شاء الله.